مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج إبحار في المتوسط عبر قناة الجي أن أن. حلقتنا اليوم رح تتمحور حول الملفات الإقليمية الشائكة. ضيفنا الدكتور رائد المصري وهو أستاذ في العلاقات الدولية. مساء الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك ضيفنا لليوم بهالحلقة. أهلا وسهلا فيك. على الطاولة عندي في كتير أوراق، حاولت من 3 أيام لليوم اسم الله عليك تابع مقالاتك المنشورة في الصحف المحلية والعربية، ما تارك حدا من شرك. يعني عم بحاول شوف أي مع أي فريق سياسي بالعالم العربي أنت منيح معه وتنبلش بالموضوع، ما لقيت حدا. فهو هذا شيء إيجابي يمكن. إيه ما كنت بدي بلش أنا وياك بالملف التركي، كونه الملف الأكثر شائكا اليوم، وتحديدا بعد العملية الإرهابية اللي صارت ليلة رأس السنة، وقبل كمان العملية الإرهابية الخطيرة اللي استهدفت السفير الروسي. لفتني موقف لإلك بما يختص بمقتل السفير الروسي بتركيا، واعتبرت أنه الفريق نفسه اللي قتل السفير الروسي في روسيا، السفير الروسي في تركيا عفوا، هو من قتل السفير الأمريكي في بنغازي. ما هي العلاقة بينهم؟ تمام. أولا يعني أشكرك أستاذ ألكسندر على هذه الاستضافة، وأشكر تلفزيونكم الكريم لأتاح لي هاي الفرصة أنه أتحدث، خصوصا أنه يعني حضرتك استفدت بكثير في من خلال مقدمتك. لكن يعني أنا يعني عم بكتب كثير من المقالات لأنه نظرا لحجم التعقيدات الموجودة في العالم العربي صحيح. وفي المنطقة الإسلامية يعني ككل، والمشاكل والنار اللي موجودة في المحيط واللي مش عم تخمد، وليس هناك من محاولة لتلمس واقع حقيقي لمجرى الأحداث اللي عم بيصير بالمنطقة، وبالتالي المقاربة الموضوعية على الأقل لكل ما يجري سواء في لبنان أو في سوريا، أنا عم مستوى الإرهاب عم نحكي صحيح. أو في العراق أو في اليمن أو في ليبيا. يعني لذلك نحن عم نشوف أنه منذ 2011 وما يسمى بثورات الربيع العربي أنتج واقع سياسي حكمه أو فرض نفسه جهة تسمي نفسها الإخوان المسلمين، اللي هي كانت عم تتحين الفرص واللي هي كانت أكثر تنظيما. لذلك عندما حصلت خضات في العالم العربي، هذا أو هذه التنظيمات الأكثر تنظيم يعني بنيوية على المستوى التنظيم السياسي البنيوي، هو استلم السلطة من دون رؤية واضحة واستراتيجية واضحة لمسارات الصراع في المنطقة العربية. لأنه أين الأخوان المسلمين عفوا وين استلموا السلطة؟ في مصر، في تونس، ومستندين على حكم أردوغان في تركيا. يعني بدك أكبر من هيك دول استطاعت أن تفرض رؤيتها على بمصر؟ لم يتسنى لها النجاح لأنه كان هناك إخفاقات كبرى وعوامل رفض هذا النظام وعدم وجود رؤية استراتيجية للإخوان المسلمين بالنسبة لمصر، سقطت وأسقطها بسرعة. استدرك هذا الموضوع الإخوان المسلمون وحزب النهضة في تونس، قاموا ببعض الإصلاحات. لذلك عم نشوف نحن أنه ما في رؤية واضحة لتحديد هوية الصراع الموجود اليوم في المنطقة، لأنه عم نشوف من خلال الإخوان المسلمين، وأنا ما بدي يعني صوب بحركة على حركة سياسية، بس بدي صوب على واقع سياسي أنتجته هذه الحركة. نحن عم نلاحظ كل الحركات الإرهابية والحركات والسلفيات الجهادية الموجودة في العالم العربي واللي عم بطريقتها العنفية اللي عم بتعبر، كله أتت من منبع واحد اللي هي من حواضن أو من تحت عباءة الإخوان المسلمين، وهي عم تستفيد من هذه الحاضنة وما كان في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، مستفيدة أولا من التغطية السياسية، ومستفيدة أولا أن تتحول وبسرعة إلى حركة عنفية. يعني طالما هي لم تصل إلى السلطة، وطالما هي فشلت في السلطة إن كان في مصر أو في تونس أو حتى بعد يعني الإخفاقات في تركيا، هي حكما يعني تتحول إلى حركة عنفية. فنحن عم نشوف أنه من قتل السفير الروسي في تركيا وتحدثوا، لأنه هناك محللين وهذا أمر ما بيجوز المفروض نصوب عليه، يعني دائما أنه يتحدثون بسبب التدخل الروسي في سوريا، بسبب ضرب الإرهابيين في سوريا، يعني تدعيم النظام السوري من قبل روسيا هو اللي عمل كل هذه الخضات، وهو الذي وضع روسيا في عين الاستهداف، وبالتالي جاء اغتيال السفير بهذا السبب. لا صحيح. هذا كلام، هذا معظم التحليل، هذا كمان تحليل خاطئ. يعني مع الأسف المفروض يكون في مقاربة واقعية
طيب الولايات المتحدة الأمريكية التي أسقطت نظام الحكم عبر الأطلسي في ليبيا ودمرت ليبيا وحولتها إلى قبائل ما هيك من عام 2011 صح. طيب الذي قتل السفير الأمريكي في بنغازي هم ذاتهم هؤلاء الإرهابيين اللي قتلوا السفير الروسي، ومع العلم أنه أمريكا دخلت لصالح هؤلاء في ليبيا، ما دعمت المجموعات الإرهابية والمجموعات السلفية في ليبيا وأسقطت الحكم. طيب على كيس شو؟ فإذا تم قتل وسحلوا أيضا، جروا بالطرقات وربطوه بسيارة للسفير الأمريكي في بنغازي. طيب كيف هذا الكلام؟ فإذا المقاربات مش صحيحة، وليس لأنه التدخل الروسي في سوريا هو الذي يعني ساعد على استهداف روسيا، لا مش هيك. هناك حركات إرهابية منظمة في العالم تجوب كل الدول وكل الشعوب، ما عم تخلي مجتمع يعني بحالة هدوء وبحالة سكينة وبحالة استقرار. فإذا خلينا نحن نشوف هذه الحركات الإرهابية أين منبعها، أين تمويلها، أين مصادر التوريد، لنعالج من دون ما نتحدث دائما بشيء انه لا لازم نروح النظام كان الاسد ولا كان بالعراق او في ليبيا. لا، هذا الموضوع اهميه العمليه الديمقراطيه التي يجب ان تاخذ مداها في العالم العربي، لكن ليس من دون ان نحضر او ان يكون البديل على الاقل بديل مقبول. وشاهدنا نحن شفنا يعني بدايات نجاح هذه الحركات الاسلاميه عم نحكي بيز هو التهجير الاقليات، والاقليات الموجوده في العالم العربي هي اقليات مسيحيه، والمسلم متمسك بلبنان وبسوريا وبالعراق، المسلم متمسك بوجود الأقليات المسيحية أكثر من المسيحي نفسه إذا بدك يعني. وأنا بحكي مش عم بحكي كلام يعني وجداني أو كلام شاعري، لا كلام حقيقي يعني في لبنان وفي سوريا، ونحن شفنا من خاض المعارك لتثبيت الوجود المسيحي والتثبيتهم في كنائسهم وفي أراضيهم. شفنا هذا الحكي يعني على الواقع، سواء من النظام أو من يقاتل من حلفاء النظام يعني في سوريا بالدولة السورية، كانوا هن الحريصين أكثر على الوجود المسيحي والحضور المسيحي. طيب هذا الغرب وهذه الولايات المتحدة التي دمرت العراق منذ عام 2003 إلى اليوم، ليش ما هم المسيحيين وما أصاب المسيحيين من الحركة الداعشية اللي صارت من تدمير وتهجير منظم بحق المسيحيين في أرض العراق؟ والمسيحيين سابقين بوجودهم على الإسلام بكثير، بألف سنة على الأقل، يعني هم متجذرين في هذا التاريخ ولهم حضارة عريقة في هذا التاريخ العربي والمشرقي اليوم. طيب ليش ما حدا تحدث عن هذا الموضوع؟ ما حدا قال أنه هناك تهجير منظم للمسيحيين في سوريا، في معلولة، في العراق، في الموصل، في كل الكنائس التي دمرت، حتى في ما مصر كنا عم نشوف يعني أقباط مصر يتعرضون تمام. هذا نتيجة أيضا يعني الحركة الإخوان المسلمين اللي مشيت واعتبرت أنها أقصيت على الحكم، وبالتالي هي تعاني من مظلومية معينة، لابد أن تترجم هذه المظلومية بحركات عنفية. طيب. بعد نحن عم نعيشه كتير منيح يعني بسياق نفسه بموضوع نعم. الإخوان المسلمين والأتراك، حضرتك عم تقول أنه جزء من النظام التركي هو جزء من سياسة الإخوان المسلمين، ولكن بطريقة معلمنة إذا فينا نقول يعني نحو العولمة نحو الديمقراطية. إذا فعلا هذا الكلام دقيق، كيف يمكن أن تشرح عملية التفجيرات اللي عم تحصل يوميا وآخرها ليلة رأس السنة اللي المتضرر الأساسي فيها هو النظام التركي، عملية الانقلاب اللي حصلت لأردوغان يلي يقال بهذاك الفترة أنه الانقلاب جاء من الأخوان المسلمين بشكل مباشر، يلي لو نجح الانقلاب كنا اليوم شفنا الحكم النظام التركي هو نظام إسلامي بامتياز والإسلامي المتطرف، بالتالي صار في تدخل بمكان ما من بعض الدول لإعادة أردوغان. هلأ بقت حضرتك تصلح لي إذا هذا التحليل يلي نحن رينيه إذا صحيح ولا لا. إذا فعلا النظام الأردوغاني في تركيا هو جزء من الإخوان المسلمين، كيف يمكن أن تفسر هذه الحركات التي صارت بدءا من الانقلاب وصولا إلى العملية الأخيرة اللي صارت برأس السنة؟ دائما كنا متعودين، سؤال كتير مهم هذا على فكرة، دائما كنا نحن متعودين أنه النظام الإسلامي في تركيا هو نظام يعني له وجه علماني، وبالتالي العلماني هي التي تحمي العملية الديمقراطية في تركيا بعكس باكستان. صح، نظام إسلامي لكن المخابرات والجيش كل بين كل فترة وأخرى يتقدم إلى المسرح السياسي، يقوم بالتصفيات والإغتيالات ومن ثم يختفي خلف الستار. هكذا نحن كنا متعودين على النظام التركي، لكن النظام التركي اليوم هناك معاناة كبرى نتيجة الخلل البنيوي الذي أصاب حركة الإخوان المسلمين، اللي هي كانت ممكن أن تقدم حالة نموذج كامل بسلطة ونظام سياسي على كل الأرض العربية والإسلامية. هذا الموضوع تم إخفاقه، يعني تم إسقاطه، وأسقط أول ما أسقط في سوريا. نحن بدنا ما ننسى الأحلام، وأنا ليس دفاعا، انتبه يعني حتى نكون واضحين، ليس دفاعا عن أي نظام في العالم، لا النظام السوري ولا أي نظام،
مع العلم انه انا شخصيا بحب النظام السوري، بس انا مش عم دافع بالسياسي وبالقراءه السياسيه التحليليه، ما بدافع على اي نظام لانه طول عمري انا كنت بالمعارضه. هي منتهي واضح يعني. واضح ما قلتك ما في أنا ايه دفاعنا عن الدولة السورية، دفاعنا عن الجيش السوري، دفاعنا عن مقومات الدولة. يعني هو شو كان الهدف؟ الهدف أن نأتي لإسقاط النظام من دون توفير البديل، وبالتالي تجوب كل سوريا الفصائل الإرهابية والسلفيات الجهادية من دون دولة ضامنة وجيش قوي، نفرض الجيش كما صار بالعراق يعني، وتجوبوا الفصائل الإرهابية. طيب هذا خد أنت على مدى 50 عام من حروب واقتتال وتفجيرات عم نشوفها بكل العالم بتكون مصدرها سوريا. فإذا نحن الهدف والحرص هو حماية الدولة السورية. ما تفككوا هذا الكيان يا أخي، هالكيانات الموجودة ما بالسهولة نقدر نجمعها. طيب ما حدا بيعرف أنه الصومال هو دولة عربية منذ 1992، ما في دولة بالصومال نتيجة التدخل الأمريكي وفرط نظام الحكم، فرط الجيش، وبالتالي اليوم نشوف نحن الفصائل الإرهابية عم تجوب تصفي البدائية وبتغتال البدائية. الأمم المتحدة مش عم تقدر يعني تجوب يعني أو تضع أطر لنظام. طيب ليبيا اليوم كيف يمكن أن يستوي الأمور أو النظام السياسي؟ لأنه نحن فرطنا الدولي. أنا مش عم دافع عن النظام إن كان القذافي ولا غيره، واضح واضح أنت عم دافع عن كيان الدولي. فرطنا الدولي، فرطنا الجيش، وخلينا الفصائل الإرهابية اليوم 100 فصيل في ليبيا. طيب كيف ممكن أنه اليوم تقدر تجمع دولي وترجع تعيد كيانها وترجع تعيد هندسة الجيش؟ هات لنشوف. ما في رؤية استراتيجية فإذا لهذا الواقع. لذلك لا، نحن خلينا نفوت على محافظة على جوهر النظام، جوهر الدولة المتمثلة بالجيش وبالإدارة السياسية الموجودة، ومن خلال المفاوضات. طيب أنا بعطي مثال وبسيط جدا وحتى بينطبق على المثل التركي. اليوم تركيا بعد يعني تركيا بعد محاولة الانقلاب، شوف الخطورة وين. يعني من هو كان ضد الانقلاب في تركيا؟ يمكن موضوع صار قديم حكى فيه كتير، بس مين كان لا ضد بس الانقلاب؟ أنا لفتني التحليلات تبعك لأنه اللي قرأته بتحليلاتك لو عم أطشق مختلف عن اللي سمعناه. تمام، فمشان هيك سألت اليوم. تمام السؤال يعني. قلت لك سؤال محق، لأنه طيب بتركيا اليوم يحكمها حزب العدالة والتنمية وحزب إسلامي، صح. 65% من المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية هم يميلون إلى السلفيات الجهادية، يعني هم متطرفين، يعني يحملون الفكر الداعشي. طيب اليوم بيظل الانقلاب اللي صار ب 15 تموز الماضي، ما هيك من السنة الماضية، لو نجح هذا الانقلاب يعني نحن حزب كبير شلناه عن السلطة بالقوة، وفي 65% من منتسبي لإله هن ينتمون إلى الفكر الداعشي، الفكر السلفي المتطرف. معناته أنت يعني بدون يشعروا بالمظلومية ودون يحولوا المنطقة كلها لإرهاب، لأنه التعبير إذا أنت شلته عن العملية دمن عملية سياسية أو عملية انقلابية شلته عن الحكم، يعني أقصيته. فإذا المظلومية تبعيته اللي بده يحكي فيها بده يترجمها بعملية عنفية، يعني أنت فجرت كل العالم، مش أوروبا فجرتها. لذلك كان الروسي حريص على تثبيت حكم أردوغان، السوري أيضا كان حريص على تثبيت حكم أردوغان لأنه حتى ما تتحول لحركة عنفية خارج السلطة. هذا هو الهدف الأساسي، واللي كان القيم على هذا الانقلاب هو أمريكا، صح، لأنها اعتبرت أو قرأت باكرا أنه أردوغان سيتحول في مواقفها. اليوم يمكن نصف استدارة، بس بعدين يمكن رح تكون استدارة. رح نرجع على الاستدارة الولايات المتحدة الأمريكية لأنه عندك رأي فيها، بس خلينا نكمل كنت وجهة نظرك بهذا الموضوع. نعم، فإذا لذلك كان الحرص الروسي أولا والسوري ثانيا على أنه عدم المس بجوهر النظام ويكون في انقلاب. بعدين في سابقة دولية حتى نحطها كمان على المسار الدولي، أنه ما فينا كل ما أنه نظام ما عجبنا أو ما مشي بالفلك تبعنا ندخل إلى عملية انقلاب ونطيح فيه. يعني هذا كمان سابقة خطيرة جدا تهدد الشرعية الأممية، واليوم نحن عم نشوف أنه الشرعية الأممية هي بتهديد وبحالة تهديد بالنسبة لقراراتها. ما حدا عم يلتزم بقراراتها لأنه عم تكيل بميكيالين. لا، خلينا الروسي أراد وضع أو تثبيت الشرعيات في الدول، وخلي تكون العملية الانتقالية عملية سلسة وليس بالقوة، أنه نشيل النظام. ما عجبنا النظام السوري منشيله ومنفرطه وخلص تفلت البلاد، ويمكن على بكرة ما يعجبه النظام الروسي. مش منك انه النظام الروسي هو يعجب الاداره الامريكيه اللي كانت موجوده يعني سابقا. لا، خلينا نفوت نفككها، يعني كمان ما بيجوز هيك. فاذا ثابته مهمه جدا في العلاقات الدوليه اليوم هي عم تتكرس، وهي الحفاظ على شرعيات النظم، شرعيات النظم مش شرعيات الاستبدادية، لا، شرعيات نظام الاستبداد. وين ما كان في نظام استبدادي يا اخي، وليس في سوريا وليس في العراق. طب في فرنسا هناك يا اخي. طب لبنان يعني معلش، ما لبنان دعنا نتحدث بواقع. طب ما هو استبداد بس مقنع بقناع طائفي، ليش ما حدا بيتحدث عنه؟ وين انت عم تقدر تعمل تغيير؟ وين عم تقدر قانون انتخابي يراعي كل التمثيل وصحة التمثيل؟ وين عم تقدر تلج الى عمليه ديمقراطيه حقيقيه في لبنان منذ 1943 على الاقل؟ طب نظام، ما هو نظام استبدادي بس مقنع بغلاف الطائفي والمذهبي.
كيف هالكلام يعني؟ بس فقط بدنا نتحدث عن استبداد موجود في سوريا. أنا مش عم دافع عن الاستبداد، أنا أكثر رجل متحرر من كل هاي العقد، عم بحكيك يعني، وتحليلاتي واضحة وكتاباتي واضحة ومقابلاتي واضحة. بس ما بيجوز كمان إلا ما نكون واقعيين في مقاربتنا للأشياء وفي مقاربتنا للمسائل. أنت عم تعيش اليوم في العالم العربي والإسلامي في ظل فراغ فكري، ما في إيديولوجية معينة، ما في استراتيجية واضحة لمن يريد أن يقدم البديل عن هذه الأنظمة. نحن عم نشوف الحزب البعث أو القوميين أو الناصريين حكموا بفترة، التاب اليوم أتى المد الإسلامي وبيعتبر هذا المد الإسلامي أنه هاي حقبة مضت وانطوت. طيب اليوم الإخوان المسلمين حتى من تسميتها، طيب ما أول من وضع أسس الدولة هو رسول الله، الرسول الأكرم وضع أسس الدولة عندما دخل إلى المدينة، وضع عمل سق، هو أقدم سق تاريخي يعني أقدم وثيقة تاريخية ببناء الدولة، أخى بين المهاجرين والأنصار وأدخل اليهود والمسيحيين إليها وجعلهم جميعا ضمن دولة واحدة. طيب اليوم الإخوان المسلمين من تسميتهم؟ إذا هني بسمين حالهم الإخوان المسلمين، طيب غيرهم شو اسمهم؟ مشركين؟ كفار؟ هي ده هو الواقع، ما هيك تسمية الإخوان المسلمين؟ صح. طب هني إخوان مسلمين يعني غيرهم شو؟ مش إخوان يعني غيرهم من يعني مش أخوهم، غير الغير يعني من المسيحي واليهودي وغير، صح. مش أخوهم، فإذا لازم يلغى. هوني نحن أهمية تثبيت الدولة السورية لأنها محافظة على كل الكيانات والنسيج الاجتماعي والوطني. ليش ما عم يقدر يصير في تقسيم بسوريا؟ هل لأنه في تدخل روسي؟ لا، لأنه كل مجاميع السكان هي خليط، لا في الشمال بيقدروا يعملوا دولة صافية، ولا بالوسط بيقدروا يعملوا دولة صافية، ولا بالجنوب، لأنه خليط سكاني من كل الأعراق ومن كل الإثنيات ومن كل المذاهب والطوائف. هذه هي الخطورة، ومشان هيك ما قدروا يسقطوا سوريا. ولكن ما قدروا سقطوا سوريا، ولكن امبارح شفتك حكيت عن معركة حلب، عندما سقطت حلب نتيجة تسوية معينة بمكان ما، خرج الآلاف من المسلحين، ومن هالآلاف في القسم الأكبر من السوريين خرجوا إلى الرقة وإلى يعني إلى الحدود العراقية. فهذه هؤلاء الألاف يلي خرجوا من السوريين ما كانوا قادرين أنهم يقصموا لو ما تدخلت روسيا بمكان ما وقضت بسلاح المتطور؟ لا، أول شيء بدك تشوف أنت الخريطة السكانية ديموغرافية لحلب. حلب مش بس فيها يعني سكان، وعذرا للتعبير أنا بكره تسمي التسمية المذهبية، بس حلب فيها من السنة فيها مسيحيين، صح، والمسيحيين عريقين في الوجود، لكن بأغلبيتهم هاجروا، طيب فيجوا على لبنان وراحوا على كندا وأستراليا وفيها أكراد. بس ما فيني أنا أتحدث اليوم عن معركة بهذا الشكل وبهذا الحجم الكبير والخطير وبدون أو الإشارة أنه هون بده يصير في تقسيم أو هون تغيير ديموغرافي. لا، بسوريا ما موجود هذا بلا بأي أموز، حتى الأكراد وقوته ما في أكثر أساسا يعني اليوم في سوريا بظل المعركة الدائرة ما في فصيل مسلح أقوى من الأكراد، ما فيها. شو بدي أنا بكل حتى الكلام. داعش، حتى داعش ما في فصيل مسلحة بقوة الأكراد وبدعم الأكراد من قبل أمريكا وبالتسليح والتنظيم ومنطقة جغرافية كمان على الحزام كامل، ما بيقدروا يعملوا ومش مسموح أنهم يعملوا ولا بيقدروا يعملوا ولا يمكن. هذا مش موجود بأدبيات الدولة العربية السورية، مش موجود. نحن عم نحكي عن مكون ودولة تحافظ على كل النسيج الوطني. طيب معلش يعني مقائد الجيش منه بسوريا؟ مسيحي يعني. خلينا نكون شوي يعني موضوعيين، عرفت كيف يعني؟ ما بدي انا يعني احكي وكمان كون نوع من العمي زايد بالمسائل، بس في ناس حاطه على امام اعينها يعني مثل الغطاء، ما بدها تشوف في حقيقه، ما بدها تشوفها، ما بدها تقراها. ومش الهدف انه نحن فقط يعني خلص هذا نظام استبدادي لازم يسقط. يعني مين قال لك انه بس الوحيد بالعالم هو النظام في سوريا يجب لا يسقط؟ لا، انا مش عم بحكي عن، لا فهمين انا وجهه نظري، انا عم اقول انه هؤلاء المسلحين اللي خرجوا من حلب لانه من إيه نعم انه هؤلاء مسلحين سوريين القسم الاكبر منهم هن معهم الجنسيه السوريه، بالتالي كيف قدروا حملوا السلاح لو ما كان في نيه عندهم ب أم إسقاط النظام أم إنشاء دولة خاصة لهم؟ صح، يعني على حدود تركيا. هو في قسم منهم يعني أول شيء المسلحين مش كلهم سوريين، يعني أغلبهم من جنسيات أخرى. طيب السوري المسلح السوري اللي تبنى الخيار العسكري والحسم مع الدولة السورية في منهم قسمين، قسم غالى ولا زال يراهن أنه ممكن الخارج يدعمه ويوقف معه للآخر لاستكمال معركته، ومنه اعتبر أنه غرر نحن بنا ونضحك علينا وخلونا نشوف شو بدنا نعمل. ومنهم جزء كبير دخل إلى المصالحات، وعم نشوف نحن أنه في مصالحات كتير كبيرة عم تصير، وهذا اللي قسم ظهر المعارضة المسلحة بشكل أساسي، المصالحات اللي أجرتها الدولة العربية السورية مع العشرات الألاف وعطتهم بطاقات خاصة بيقدروا هني يجولوا كل الأرض لتسوية أوضاعهم.
طيب مسلح قاتل 5 سنوات عم تيجي الدولة تعفو عنه. طيب أنا بعطي خليني يعني أعطي مقارنة بسيطة. طيب هذا الذي يدعي العلمانية والديمقراطية في تركيا اللي هو رجب طيب أردوغان بأسبوع واحد طهر الآلاف في تركيا، زجهم في الزنازين، طيرهم من الإدارات، حطهم تحت الإقامات الجبرية ولا لا؟ آلاف صح، المدارس، الجامعات، المستشفيات، القضاء، العسكر، الأمن الداخلي كله صح؟ ما ترك حدا. طيب بهذا الوقت بأسبوع واحد ارتكب ما لم يرتكبه أكبر استبدادي على مدى التاريخ، ما حدا بيتحدث عنه. لا، ما هيك صار بتركيا يا أخي. أنت اليوم بحديثك دكتور بررت، يعني اعتبرت أنه ببداية حديثك تمام أنه هذا اللي عمل بقاؤه ضروري. ضروري. بس أنا عم بحكي الأداء صح. أنا ما هذا موضوع تاني. ما هو يعرف بمكان ما ممتاز أنه ممتاز أنا بقائي ضروري بالنسبة لروسيا ممتاز. ولسوريا هو اعتبر والخارج اعتبر، بس أنا عم بتحدث أنه على مستوى الأداء السياسي معك. طيب اليوم مدير المدرسة عندما يقال طيب شو له علاقة بالانقلاب؟ الصحفي أو الصحفي اللي بيتحدث بده يدجن التدجين. فإذا ما ارتكبه في أسبوع يفوق كل الدكتاتوريات اللي موجودة والاستبداد والنظم الاستبدادية. طيب بهذا الوقت اللي الأردوغان عم بيعمل كل هاي الإجراءات، هلأ إجراءات مشروعة غير مشروعة موضوع مختلف. طيب الرئيس الأسد عم بيقول لك أنا عم بعمل مراسيم عفو، تفضل هاي مراسيم عفو موجودة وعم تترجم على الأرض، ما هيك؟ بالوقت اللي عم بيقمع كل معارضينه أردوغان، ما هيك؟ وعم يقمع كل معارضينه، يعني من فتح الله جولين وسبب الخلاف الأساسي بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية صح. وممنوع يكون في تشاركية، ويسعى إلى التفرد والسلطة عبر النظام الرئاسي وتعديل الجيري يعني وماشي صح. ما هيك؟ طيب الرئيس الأسد عم يفتح الحوار عم يقول لك أي معارض تفضل خليني أقعد أنا وياك يا أخي فوت على السلطة، صار ولا ما صار؟ طيب بالوقت اللي كل الأعياد اليوم والتفجيرات اللي صارت بتركيا وغير تركيا من قوى إسلامية معروفة، يعني تصور أنه أنت جريمة بحجم إسطنبول، جريمة إسطنبول الأخيرة ليلة رأس السنة بعد لحد هلأ مش أنه ما لقطنا الجاني، يعني اليوم يمكن تحدث هويته. تصور دولة يعني قادرة أنه يعني تحكم قبضتها الأمنية على 76 مليون هلأ مش ممكن تكون حددت هوية يعني سمته أنه هذا هو الجاني، ممكن ما يكون كمان يعني صح. فإذا تصور أنه هذا الحجم، هي العملية، هي المجزرة مش طبيعية يعني بهذا العصر الحديث تصير بهذا الشكل وبهذا الدم البارد، ولحد هلأ ما قدرنا نحدد هوية الشخص. هذا كتير خطير، هذا العمل، هذا الموضوع كتير خطير. يعني في أسئلة أنا بدي أطرحها مضطر أني أطرحها والمواطن بده يسألها، ليش يا أخي كيف يعني جريمة بهذا الحجم بملها يفوتوا ويقتلوهم بدم بارد ويجوا يحركوا الجثث ويحركوا المصابين إنه بعضهم طيبين ويقضوا عليهم بهذا الشكل الإجرامي، ولحد هلأ انقلبت إسطنبول وانقلبت تركيا كله ما قدروا يلقوا القبض على الفاعل أو ما يقدروا يحددوا الهوية. هوية الشخص بتعني كتير. يعني أول عمل إجرامي لما بصير حددوا لي الهوية، بدي أعرف الشخص من هو لحتى أعرف كيف بيتعامل. يعني يقال انه استمر الاطلاق الرصاص اكثر من 25 دقيقه و240 رصاصه اطلقت، يعني اكثر من 4 أو 5 ما في شوطة. رجل امن وصل يقال انه كان في بالخارج 10 بادي جارديه وكان في اكثر من 20 بادي جارد جوا لضبط الامن بخلال صارت رسنه، اختفوا قبل بخمس دقائق من الاطلاق وما بقى في حدا. مجزره كبيره صارت. طيب في علامات استفهام انا بدي اطرحها. طيب هذا النظام اللي بده يغير وبده يسعى للديمقراطية في سوريا واللي زج آلاف وعشرات الآلاف من الإرهابيين في الداخل السوري بهدف تغيير النظام، أنا كيف بدي أركن لإله؟ ما عم بفهم أنا كيف بدي أنا أمن لإله أنه هو حامي الديمقراطيات وحامي الحريات. ولكن روسيا ركنت لإله، يعني عملت اتفاق لوقف إطلاق النار بسوريا بالتعاون مع الأتراك. صحيح. ولولا يعني ما زالت روسيا تمام. اليوم مؤمنة أنه النظام التركي يستطيع أن يكون شريكة. الواقعية السياسية شيء يا صديقي، والتحليل شيء، والتمنيات شيء صح. في واقعية سياسية تعاطى معها الروسي، وبالتالي حتى إنجاز حلب والانتصار الاستراتيجي اللي صار بحلب وانسحاب المسلحين بالبازات الخضراء هو بإنجاز يعني بإشراف تركي وتدخل تركي مباشر، يعني ورضا تركي يعني مباشر، لأنه وجد الأتراك أنه ليس لديهم أي مجال للمناورة بعد. انت ما عم تحكي يعني شوف الازمه السوريه ازمه معقده استاذ كتير. التدخل التركي كان هناك جر لها على المستنقع السوري، واعتبرت انه من خلال هذا الدخول ممكن ان تحقق مكاسب كبيره. بالعكس يعني نحن شفنا بهجمه واحده على مدينه الباب من قبل تنظيم داعش قتل 40 عسكري تركي،
هذا العسكري أو هذا الجيش التركي اللي هو الجيش الثاني في الحلف الأطلسي، الجيش الثاني في الحلف الأطلسي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. شوف بمعركة بسيطة جدا. طيب شو حال الجيش السوري اللي عم يقاتل على كل الجبهات وعلى كل الأرض السورية من 5 سنوات إلى اليوم؟ شو بدنا نقول عنه هذا الجيش؟ ما هون كمان هذا الجيش اللي بيكون تسعوا إلى تفكيكه، إلى تدميره، يعني كده تقويضه، كيف هذا الكلام؟ في شيء مخالف للمنطق يا أخي. وبغض النظر برجع بقول عن دفاعنا عن أي نظام، نحن مش عم ندافع عن النظام، عم ندافع عن حضور الدولة وحضور الجيش. هذا اللي هو الأساس في كل دولة. اليوم بلبنان لو ما في حضور الجيش بعمليات أمنية استباقية، وين كان البلد؟ وين كان البلد؟ مين بده يحميه؟ كيف يعني؟ نحن عم نشوف استخبارات الجيش وشكرها أو عملها المجهود الدؤوب ليل مع نهار تكشف العمليات الاستباقية. هذا هو الأمن الحقيقي، هذا هو الأمن اللي ما استخدمته تركيا داخلها، لأن تركيا تعج بالإرهابية، هذا اللي شفناه مؤخرا من الخلايا النائمة في تركيا تعج فيها. يعني ساعة البدون عم يقدروا يفجروا بأكثر من منطقة حساسة. يعني أنت عم تحكي بقتل سفير، قتل سفير مش لعبة، بيعمل حروب بين الدول، هذا تاريخيا نحن بنعرف. صح. طيب انه كيف يعني؟ وروسيا استوعبت الامر، استوعبت هذا الامر لانه بتعتبر الحاجه في سوريا، الحاجه التركيه في سوريا هي اكبر بكثير من مساله اغتيال سفير او قتل سفير. ذكرت بهذا الموضوع باحدى المقالات لك، قلت فلمن يقرا التاريخ، لان العرب لا يقرؤون، الروس دفعوا ثمن تحرير فنلندا من النازيه في الحرب العالميه الثانيه 13,000 جندي روسي لا تزال قبورهم الى اليوم. هذا يعني أن اغتيال سفير لها بعمل جبان لن يؤثر على أدائها وموقفها في تحرير ما تبقى من أمة نائمة من النازية الإسلامية الجديدة. إيه نحن عم نشوف فكر يعني متطرف حد النازية. طب نحن عم نشوف أنه كان في تعاون أمريكي روسي بظل الحرب الباردة، يعني بعد الحرب العالمية الثانية، ما هيك؟ طب كان في تعاون بين النظام الرأسمالي الأمريكي والعالمي وقتها وبين النظام الشيوعي. طيب ليش هذا التعاون كان لحتى لوقت النازية والانتهاء بشكل كامل من النازية والفكر النازي الموجود وفكر الغائي؟ قبل ما انهي الجزء الاول، بس اسمح لي، بعرف انه انت شخص علماني ومثقف، ولكن انت مسلم سني تتكلم عن النازية الإسلامية الجديدة. اللي عم نشوفه مش من حركات إرهابية إلغائية وسلفيات جهادية عم تجوب العالم العربي بعمليات تفخيخ وعمليات عنفية، مش نازية؟ يعني النازية شو هي؟ ما حدا بيقرأ بالتاريخ شو كانت النازية تعمل؟ أي شخص مخالف لها بالرؤية تقتله وتصفيه؟ أي شخص ينتقدها ولو انتقاد تقتله وتصفيه؟ ومن كان كده تلحقه وتقتله؟ هذا كلام يعني متقدم جدا، يعني انا افتخر هذا الكلام، يعني مش عم يعني انا بحكي واقع مش واقع، وهي نزية. نحن عم نعيش حاله النزية بكل معانيها، بس بطابع اسلامي، برؤى اسلامي، بموروث اسلامي ما حدا بيقدر يناقشه، مش ما حدا بيقدر يناقشه، لانه انت اذا عدت تناقشه وعدت تدخل علي تتهم بالكفر. ها كمان فتنا للمنطق التكفيري، يعني بصير يحل دمك او يحل دمك للقتل، بتصير هيدا اللي عم بيصير وهذا الواقع. ما قتلوا الصحافي والمفكر العربي في الاردن؟ من قتلوا؟ إسلاميون، لأنه صحافي متنور نهض حتر، علماني بيعرف بيحكي حدود المنطق وكذا. هل تعني صورة في الفيسبوك أن تلغي إنسان عن الوجود وتلغي حياته؟ كيف الكلام؟ نحن عم نعيش نزي بأبهى صورها، مش أنه يعني كلام عم ينقال يعني للبس لا لا لا، حقيقة. خلينا نتوقف لدقائق ونعود تنحكي عن من هو البديل عن النازية الإسلامية الجديدة، وبرجع فوت معك كمان على الملف الأمريكي لأنه ملف ملفت لإلك. مشاهدينا نتوقف إلى دقائق ونعود مع الجزء الثاني والأخير من حلقتنا، خليكم معنا. نرجع معكم مشاهدينا بالجزء الثاني والأخير من حلقتنا لليوم، بضيفنا الدكتور رائد المصري وهو أستاذ في العلاقات الدولية. بالقسم الأول دكتور كنا اختمنا القسم الأول، كنا عم نحكي عن النازية الإسلامية الجديدة، ما هو البديل اليوم؟ صحيح في حالة من الإرهاب كثير كبيرة عم تضرب مجتمعاتنا من 5 سنين لليوم، من 6 سنين لم نعتد عليها، هالقتل، قطع الرؤوس، استعمال السيوف، وكأنه رجعنا للعصور القديمة. ما هي البديل؟ يعني شو البديل اللي عم تطرحه لإعادة تنشئة هذه الشعوب؟ هو الجواب من سؤالك، نحن ما اعتدنا عليه، فإذا ما كان مقدم هو نموذج جيد جدا، يعني ما كان موجود بالرغم الحالي أو ما يصفونه بالاستبداد. يعني نحن عم نحكي كان في استقرار ولكن الأنظمة لم تكن أنظمة، يعني عظيم. اليوم أنت أي مواطن إذا بدك، يعني عم نحكي جدلا، تخيروا ما بين الأمن
والاستبداد، بيقول لك يا اخي لا اعطيني حكم ونظام كون انا امن ومستقر، ما اطلع من بيتي، ما اتهجر، ما اغتصب، ما يعني بالمبدا. نحن طبعا هذا مش مشروع وليس بالضروره انه تخيره يعني بالانسان، انه يا اما بيكون تحت الحكم سطوه الاستبداد، يا اما بيكون يعني بالعربي مش او يعني النظام اجره على راسك وممنوع تتنفس او بدك تروح على القتل. لا هيك ولا هيك، خلينا نحن نقدم نموذج يعني يمكن تقدم خلال الخمسينات والستينات ما يسمى مفهوم القومي لكيانات الدوله اللي هي الدوله الوطنيه اللي هي وضعت اطر وفق النمط القومي او النسق القومي واللي بيعمل محددات لهذه النظم كيف بدها تتعاطى خصوصا مع القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي مع قضايا الغرب. وعم نشوف نحن منطقتنا يعني ملتهبة لأنه تمتلك المواد الأولية وموقع استراتيجي وغير ذلك، وهذا بهم الغرب وبهم العالم الاستعماري اليوم أنه يوضع إيده عليها. فإذا أنت عم تعيش حالات معقدة على المستوى الفكر وعلى مستوى الاقتصاد. طيب خلينا نتحدث نحن اليوم يعني اللي عم بيصير انه هذه القوى الإسلامية اليوم المتطرفة، طبعا لانه الإسلام هو نموذج سمح، هو نموذج حضاري، هو نموذج حواري بالأساس. يعني الرسول قال لا اكراه في الدين، وهذا موضوع واضح بس ما حدا عم يمشي فيه. هناك فئة اسمها الرأي الغمي بسموه الغمية، أصحاب الرأي الغمية، تحدث عنه رسول الله يعني أنه هؤلاء أصحاب هؤلاء الرأي ما لهم قيادة موحدة كالإرهابيين اليوم اللي عم بيعملوا كالذئاب أو الذئب المنفرد عمليات إرهابية في أوروبا وفي تركيا وفي غير أكثر من مكان. أنت عم تحدث ببغداد لوحدة في 9 تفجيرات صار بليلة، ما تحدث عنه 9 تفجيرات بليلة وحدة، صح؟ ما هيك ما تتحدث عنه يعني كمان غريب ولافت. هذا مصدر متعدد ولا جهة واحدة؟ تنظيم داعش كل ما خسر في الميدان يلجأ إلى العمليات الإرهابية. طيب هذه الفئة أصحاب الرأي الغمي، يعني بمعنى أنه أنت اليوم إذا عم تحكي عن جهاز عسكري قادر، هذا الجهاز العسكري اليوم إذا بنحكي بالدرك أو بالجيش بلبنان وما كان، إذا بتقولي أنا بدي منك هاي الشغلة أنا بروح للضابط الأعلى للرتبة الأعلى للرتبة الأعلى حتى ناخد قرار ومنقول. طيب هذا أصحاب هول الرأي بتصرفوا بأوامر ما بيعرفوا مين عم يعطيها. يعني هاي الحركات السلفيات الجهادية هي تتعاطى وتنفذ العمليات وتقوم بأعمال عسكرية وتخريبية من دون ما تعرف من هو الذي يعطي هذه الأوامر. طيب ما أدرك أنه يكون الموساد الإسرائيلي يعطي هذه الأوامر أو الاستخبارات لجهة أجنبية تعطي هذه الأوامر بهدف التخريب، ونحن عم نشوف أنه كل أهداف تخريبية. يعني بمجرد أن يخرجوا من منطقة بعد أن تدمر، ما هيك؟ يدخلون إلى منطقة أو مدينة تبقى جاهزة وكاملة فتدمر. يعني أنت عم تحكي 10 إرهابيين إذا بيدخلوا على قرية أو مدينة بيقدروا يطلعوا منها إلا ما تتدمر. هي قصة مش لعبة يعني. فإذا هناك تدمير ممنهج صح للبلاد وللمدن وللعمران وللبنى التحتية ولكل شيء. أنا بدي أتحدث حول الفكر الذي يحكم. فإذا اعتبرت هذه الحركات الإسلامية أو هذه الفصائل منها السلفيات الجهادية وكذا أنه نحن نقدر نكون بديل عن هذا الحكم اللي أثبت عدم جدواه، اللي نقصد به الحكم وفق المفهوم القومي الوحدوي اللي هي أرسيته مصر أيام عبد الناصر وأرسيه حزب البعث وحزب البعث العراقي والسوري أيام وعمر القذافي ضمن النسق القومي. وهذا عطى نموذج ضلالي استبدادي ما نفع المنطقة العربية والشعوبها. طيب أتوا هؤلاء اليوم بفترة زمنية قصيرة جدا وشفنا شو اللي عم بصير بالعالم العربي. طيب إذا كانت هذه الدول استبدادية وهذه النظم استبدادية وأفكارها استبدادية، أنت شو عم تعمل؟ شو البديل اللي قدمت لي إياه؟ قتل واغتصاب وسحل وتقطيع الجثث وأكباد يعني كيف وليس فقط في المنطقة العربية بل امتد إلى كل العالم وأصبح وبات يهدد الأمن والسلم الدوليين. هوني هي الخطورة، وهذا اللي ما عم بيقدروا يفهموه هؤلاء المراهقين من الحكام في الدول الأوروبية. بعدوا لحد هلأ عم يتعاطوا بمنطق مراهقة، مراهقة سياسية. ولكن اليوم شفنا بداية تغيير وكأنه هناك تغيير. أولا بوصول دونالد ترامب إلى رأس السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتحضير للوصول فرانسوا فيون بفرنسا يلي هو قريب قميلا منه، ولكن يعني أكثر اعتدالا وواقعية بسياسته الخارجية من فرانسوا أولاند اليوم، وبالتعاون مع بوتين. ف يبدو وكأنه الصورة الدولية يعني بدأت تتغير. وهذا هذا هو هون يعني كمان ذكرتها، ولكن وحكيت عن أنه
والتعيينات الأمريكية بمقالتك ب 19 نعم. الشهر الماضي قبل نهاية السنة حكيت عن التغييرات بالسياسة أو إعادة التموضع بالسياسة الخارجية الأمريكية، وبنفس الوقت كيف بتقدر تشرح هذا التموضع وبالمقابل السقف العالي لخطاب دونالد ترامب تجاه الدولة الإيرانية؟ شوف، عم يحاول دونالد ترامب، يعني أول شيء خليني أتحدث أنا العولمة اللي طغت. العولمة بالأساس هي نموذجها اقتصادي، وحولت العالم كله بأسواقه وبمنتجاته إلى عالم استهلاكي، وأن تجوب الاستثمارات بكل أنواعها بدون حسيب أو رقيب. وهذا شو بيعمل؟ بيعمل تكدس في الثروات، وبيعمل فروقات طبقية قوية كتير. هذه الفروقات الطبقية انعكست على المجتمع الأمريكي كما انعكست على كل بلدان العالم التي جابتها صح. هذا النمط المعولم، وهذه الباز إذا فينا نقول لحملته الانتخابية لدونالد ترامب. بالضبط، بدأ من هون. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي أكبر قوة انتاجية في العالم، يعني أكبر دولة منتجة على مستوى القوة الشرائية لدى المواطن الأمريكي. طيب، هذا المواطن الأمريكي بدأ يشعر بضغط وفروقات طبقية قوية وكبيرة جدا. ليش؟ لأنه أنت نقلت له كل صناعات، ولاحظ أنت شعار ترامب شو كان؟ إعادة المصانع إلى الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. ما أنا بدي أعيش، مش عم أشتغل. فإذا نحن شو جينا عملنا في ظل العولمة، لأنه تغيرت علاقات الإنتاج ووسائل الإنتاج، صار نحن باستطاعتنا أنه كل مصانعنا ننشأها في جنوب شرق آسيا، عمالة رخيصة وقادرين أنه ننتج، وبالتالي أصبح المواطن كثافة سكانية كبيرة، وقدرانين نحن نركز الإلكترونيات والدولية بالفرش السيارة، يعني إلى آخره من كل الصناعات. يعني فإذا هناك تحول في نمط علاقات الإنتاج اللي بيحكمه النظام الرأسمالي في العالم. هذا التغير ضل 15 سنة أو 20 سنة ضمن مفهوم العولمة. أصبح المواطن الأمريكي أو أمريكا مستوردة لبضائعها. هون هي الخطورة، يعني كيف أنه دولة هي منتجة وهي مصدرة للتكنولوجيا وهي الدولة الأولى صناعيا في العالم أصبحت مستوردة لبضائعها. هذا ناهيك عن المضاربات المالية اللي أهلكت الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي جعلت أي واحد أو أي شخص قادر أنه يقوم بالسمسرات على مستوى كل البنوك الأمريكية وأدخالها في حفرة المديونية اللي هي صارت أزمة سببها الأزمة العام 2008. هذا وضع علامات استفهام كبيرة في النظام الرأسمالي أو النيوليبرالية المعولمة، وبالتالي صار بحاجة لإعادة هيكلة وإعادة تموضع. مش معناته أنه نظام الروسي هو نظام اشتراكي، لا، نظام رأسمالي لكنه مكونا، لكنه متعقل، والنظام الصيني هو متعقل. فإذا نحن عم نتحدث عن نظام معولم نيوليبرالي استباح كل العالم، أثبت عدم جدوى لأنه عمل فروقات طبقية كتير كبيرة وانكشفت سياساته على كل العالم. بات بحاجة الأمريكي قبل الغربي، يعني قبل غيره وقبل الأوروبي، أنه بحاجة لإعادة التموضع من جديد ورسم سياسات على المستوى الداخلي حتى ما توسع الهوة بين المواطنين. هنا أتى ترامب مش أنه إجا يعني أنه خلص يعني شخص طلع براسه أنه يجي يطرق خطاب، ومش هيك الموضوع. في عوامل استراتيجية بتحكم بتأتي بهؤلاء الأشخاص من خارج النادي السياسي التقليدي. صح. اللي لأنه نحن عم نحكي، أنت عم تحكي بحقبة معولمة 40 سنة عمرها. صح. فإذا إلها آليات من خارج الاستابلشمنت الأمريكي. تماماً. لذلك يعني فإذا مش ملفت ومدروس أيضا. صح. لأنه نحن بحاجة هون. شو بيعزز؟ بيعزز النمط القومي للدول. لذلك نتحدث بأوروبا مثلا أنه هي تتجه نحو اليمينية أو الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، لأنه كان يقع على عاتقها عبء كل المهاجرين اللي بدهم يشتغلوا من أوروبا في قلب بريطانيا، وهي مش مستفيدة من الاتحاد الأوروبي. فإذا تعزيز المفهوم القومي هذا بيتطلب أو حضور الدولة، يعني حضور الدولة القومية وتعزيز المفهوم القومي للدولة، أنه أنا بيجي ما عاد أنا مضطر أني استبيح أو أفتح حدودي لاستباحات الرأسمال المعولم، أنه يجوبه بدون ضرائب وبدون ما يدفع أي شيء، أنه البلاد الشنغن مفتوحة بأوروبا. طب هي الشنغن مفتوحة، مزبوط، حلو كتير، والتعاون بين الدول منيح. طب قدر رد الإرهاب، ضد المتطرفين. ألف إرهابي إذا دخلوا على أوروبا، هني موجودين بكل الأحوال وأكثر يمكن هذا الرقم، بيخربوا كل أوروبا، يعني دير شيلون من المجتمعات. ما هيك؟ إذا قالوا هلأ بفرنسا في إرهابي فلتان، مش عم نقدر نلقطه. مين بينام بفرنسا؟ ما حدا بينام.
صح ولا منه صح؟ فإذا هذه السياسة الواقعية حدث بالمجتمع الأوروبي والفرنسي وغيره، أنه تعالوا نشوف يا عمي، خلينا نشوف المرشحين اليمينين، مش اليمين أنه بمعنى هو المتطرف اللي بده يقتل المسلم والبدو، لا مش صحيح هذا الكلام. اليمين بمعنى المحافظة على الدولة ومفهوم الدولة القومية، أنا بدي أحافظ على دولتي أولا بالداخل، وبدي احمي حدودي وسيجها، مش بمعنى البلوكات يعني الانغلاق، لا بدي احمي، بدي اعود للمفهوم القومي اللي كان موجود قبل الحرب العالمية الثانية، يعني خلال حقبة ايضا الحرب الباردة. هذا مهم جدا اليوم نحن، بس هو مفهوم يميني معقلا، هو مفهوم الدولة القومية المعقلنة اللي بتتعاطى وفق المصالح ووفق النمط المعتاد الكلاسيكي بالعلاقات الدولية اول ما بنت العلاقات الدولية. هذا هو اللي عم بيصير. يعني ممكن نعتبر انه البديل اليوم او بديل عن نظام المعولمة الاقتصادي اللي استباح كل الشعوب وكل الممتلكات والاستثمارات، ايه شو ممكن يكون البديل؟ لا انا عم اقول انه هل تعتقد انه البديل عن هالحركات الاصوليه الموجوده بالدول العربيه هي العوده الى التجربه الاوروبيه والامريكيه بعصرنه الانتقال يلي صار مع او يلي بده يصير مع فرانسوا فيون واللي صار مع دونالد ترامب؟ يعني فينا نقدر تعزيز الروح القوميه، هذا اولا نرجع نعيد هذه التجربه ونحطها في هذه الدول بس بصيغه مختلفه. يعني بمعنى انه المفهوم القومي كان للدوله العربيه اليوم انه بيجي الدول العربيه هي ممكن ان تكون متحده وحدود مشتركه ويعني حدود مفتوحه بين بعضها، تعاون اقتصادي، هذا اذا ما كان مكون ومنظم بياتي على حساب دول اخرى، يعني دول ضعيفه. يعني مثلا الاتحاد اللي صار بين مصر وسوريا ب 58 انفك بعد 3 سنوات لانه ما كان قائم على اسس مدروسه، وصحيح كانت تجربه يمكن بريئه انه بس ما يعني اغرق مثلا السوق السوري بالقطن والقطن المصري، وسوريا منتجه للقطن مثلا بوقتها. فاذا انت يعني الاتحاد بين الدول يبقى بالتدريج بيكون، مش انه كيف ما كان. يعني اعاده تفعيل جامعه الدول العربيه ممكن تكون اطار حل لضبط هالجماعات المتطرفة الموجودة لا ما إلى فعالية. نحن عم أنا أعتقد أنه نحن ماشيين بالمنطقة إلى التوحد الإقليمي أكثر، يعني التوحد الإقليمي بين مجموعة دول. نحن عم نشوف هذه العولمة اللي استباحت كل الحدود صح. وبالتالي ما خلت حدا بمنأى عن هجماتها، مش عم نحكي نحن عم نهاجم، عم نحكي نحن واقع اقتصادي. واقع. هذه العولمة اللي استباحت كل الحدود واستباحت الدول واستنزفت الدول واستنزفت الشعوب وعملت هوة كبيرة بالطبقات الاجتماعية، ما هيك؟ اليوم لحتى تحمي مصارفها وتحمي عملتها سنلجأ إلى التعددية أو التوحد الإقليمي، يعني كل مجموعة دول متقاربة على المستوى الإقليمي، مش بالحدود، مش بالضرورة بالحدود. يعني هذا بيعني أنه أن تكون هناك دول متقاربة عربية مع غير عربية، يعني ممكن ننضم إلى دول المشرق مثلا ضمن توحد إقليمي، تركيا وإيران دول مش عربية، بس مع لبنان وسوريا والعراق والأردن بينضم بحكم المصلحة وفلسطين. يعني هذا ممكن يمكن مجموعة من هذا اسمه توحد إقليمي، هيك نحن فيتين بالعالم اليوم، تعددية على مستوى الإقليم، تعددية الدول على مستوى الإقليم. طيب انت بدك تقول لي اليوم دول البريكس لشو اللي بيجمعها؟ بيجمعها الحدود الجغرافية؟ بيجمعها الحدود الجغرافية يعني البرازيل، يعني بين البرازيل والهند وجنوب افريقيا والصين وروسيا، كيف الكلام يعني؟ فاذا في واقع اليوم جديد بالنسق العلاقات الدولية قائم على التوحد الاقليمي والتوحد الدولي حتى من دون ان يكون ملاصق جغرافيا، لانه شفنا نحن النمط القومي العربي اليوم بتجربته اللي هي مهمه جدا، يعني وان شاء الله جديد اصلا مثل ما حضرتك عم تتحدث عن جامعه الدول العربيه، نحن متمنى ان تكون تجربه ناجحه، بس تجربه ما اعطت نتيجه يعني ممكن ان يبنى عليها. يعني في تضارب لانه انت عندك القوه الخليجيه اليوم الماليه، يعني لها سطوة بالجامعة العربية بالتمويل، لها سطوة بالقرارات، قادرة أن تعزل دول ما بتمشي بفلكها، ومثل ما صار بسوريا ويمكن بعدين يصير بالجزائر وبعدين يصير بأكثر من دولة. فإذا هذا غير فعلي، اللي بيحكمها هو النسق الاقتصادي والواقع الاقتصادي اللي ممكن لمجموعة دول. ليش اليوم رجعوا توحدوا وراحوا الخليجيين من مجلس التعاون الخليجي إلى مجلس الاتحاد وبدهم يعملوا مجلس الاتحاد لحتى يحموا عمولاتهم، يحموا واقعهم الاقتصادي الجديد اللي هلا عم بيمر بفترة انتقالية يمكن هالكة لهم على مستوى السياسي وعلى مستوى الاقتصاد. فإذا نحن عم نشهد هذا هو اللي عم يتبرور اليوم، وانطلق من الصراع على سوريا، لذلك ما سقطت سوريا، ولذلك سوريا أصلا حتى بحضورها قوت الموقف الروسي ودعمته وجعلته المتقدم دوليا. هون هي الخطورة وهون هي الأهمية. فإذا نحن عم نشوف أو بدنا نشهد تعدديات إقليمية معينة على مستوى الاقتصاد لحماية عمولاتها، لحماية اقتصادياتها، وبالتالي التعاون على هذا المستوى لتقليل الهوة بين الطبقات. ورح نشوف أيضا تعددية في إدارة الصراع في العالم،
وليس التفرد كما كانت الولايات المتحدة تفعل. يعني ما بقى في عنا أحدية في القرار، أحدية لا في القرار، لا هناك تعددية، هناك تعاون. اليوم أول بوصول ترامب قال أنا سأعمل مع الرئيس بوتين على إدارة الصراع وإدارة النزاع. طب أنا لدي نظرة خاصة بالنسبة للإرهاب، هي نظرة واقعية، نظرة واقعية للصراعات الموجودة في المنطقة. ولكن الإسلام حتى الإسلام المعتدل دكتور يخاف من تصريح دونالد ترامب، يعني عندما يتكلم عن الإرهاب في وينسبه إلى المسلمين صح. وإلى آخره. لا هذا الكلام لا يدخل بحيز الواقع بالتعامل اليومي الموجود. طيب ما أمريكا هي خليط من كل الشعوب المسلمة وغير المسلمة. يعني هو عندما تحدث عن بناء، أنا مش عم دافع عن سياسات بس عم بحكي أنا الواقعية السياسية يعني تحكم النمط الاستراتيجي. تتحدث عن إقامة جدار بينه وبين المكسيك صح. ما بده يدخل المكسيكيين واللاتينيين. ما هي أصلا دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو كان حاجة اقتصادية أمريكية، مش انه دخلوا هني لانه يعني انا اليوم اذا بدي هاجر على السعوديه او على دول الخليج بهاجر لحتى لانه في فراغ هنيكي، بدي هاجر لاشتغل لاملا صح. هذا الفراغ الاقتصادي. اذا رح بتروح وما تلاقي شغل رح ترجع، مش ما بتروح اصلا، ما بتفكر انك تروح. يعني اليوم انا مثلا دولي مثل سوريا اذا ما فيها شغل ليش بدي اروح عليها، ليش بدي هاجر؟ فاذا الهجره، موضوع الهجره من امريكا اللاتينيه ومن المكسيك الى الولايات المتحده الامريكيه كان بدافع العمل، لانه صار في هناك فراغ على مستوى هياكل اليوم باوروبا. طب لماذا يعني هذا التسهيل للهجرة السورية؟ وجزء أساسي من الحرب في سوريا لتفريغها من سكانها وإيصالهم إلى أوروبا. حتى مش بس تفريغها من السكان، من الاختصاصيين منهم. تمام. يعني التدمير الممنهج اللي صار بمدينة حلب، أنت معك خبر أستاذ أنه حلب هي أول مدينة وأكبر مدينة وأكثر مدينة متطورة في العالم الثالث صناعيا. صحيح. حلب مدينة متطورة، يعني لحد هلأ اللي يدمر 35 ألف مصنع أو سرق، واللي مخرب 35 ألف، يعني هذا اللي يعني نحكي اللي مسجل بغرف الصناعة والتجارة الرسمي 35 ألف، وفي أكثر منهم ماشي مسجلين. طيب تم ضربه تهريبه تفخيخه يعني سرقته. طيب ليه؟ فإذا هناك هدف أنه هذه الدولة عليها أن لا تكون أو لا تمتلك، يعني شو اللي بيملك القرار السيادي المستقل؟ هو الاقتصاد المستقل. بمجرد ما أنت يكون اقتصادك مش مرهون أنت قادر أنك تأخذ قرارات سيادية. يعني اليوم نحن شو بنأمن من الدولة اللبنانية بوصول الجنرال عون؟ لأنه رجل صاحب سيادة، أنه يحرر الاقتصاد من التبعية للخارج، من التبعية للبنك الدولي، من التبعية لغيره من المؤسسات، وبالتالي قرار السياسي بيتحرر حكما. صح. هذا هو اللي عم ينعمل. طيب عندما حاول السودان واللي من الاستغناء عن الدواء وعن مافيات الدواء العالمية، السودان بفترة من الفترات حاول أنه أنا يا أخي بلدي فقير وبلدي فيه أمراض كتير، بدي أعمل مصانع للأدوية ذاتية، أنا أحقق إنتاجي الذاتي. أتت الطائرات الإسرائيلية وقصفت هذه المصانع بحجة أنها تصنع أسلحة وتورد إلى فلسطين، وهي مصانع أدوية لشفاء المرضى والفقراء بقلب السودان سنة 99. هيدي تاريخية، هاي سابقة، ما حدا بيقرأ، لأنه ما حدا منا بيقرأ وبينتبه شو عم بيصير بالعالم. ليش؟ لأنه السودان ممنوع، السودان ممنوع أن يكون أو أن ينتج دواء لكي يشفي حتى ناسه، ممنوع، بده يضل مرتهن لمافيات الدواء الدولية والأوروبية والأمريكية، ممنوع أنه يكون يستقل ويكون ينتج هو دواء ذاتي. طيب سوريا هاي كل هالمسائل كانت موجودة فيها، صناعة متطورة كان فيها، اكتفاء ذاتي موجود، صناعة أدوية كان موجود. أنا بتذكر يعني أنا مش عم بحكي أنه نوع من المزايدة، لا أنا عم بحكي واقع، هذا كله كان موجود بقلب سوريا. أنا بتذكر دكتور أنه إحدى الأصدقاء كان يسافر على سوريا على الشام الويك أند ويجيب الأدوية لأمه لأنه كان مريض، لأنه هم بلبنان غالي خاضع للمافيات وبسوريا رخيصة، كان يجيب الأدوية على 3 أشهر بسعر علبة دواء هم بلبنان. كل هاي المقومات اللي بتبني إدارة ذاتية مستقلة، قرار سيادي مستقل، هي دمروها بسوريا، دمروها المصانع والمعامل الأدوية والتصنيع يعني كلفة، يعني هو جزء أساسي الهجم. لاحظ أنت التعنت الأوروبي مع الدول الأوروبية وخصوصا هولندا بموضوع حلب ومسألة حلب، يعني عم يحاول الروسي او حاول الروسي انه نخفض التكاليف القتال في حلب، يعني التكلفه انه خلينا قد ما فينا نجنب المدينه خلينا ننسحبه. كان هناك يعني عناد اوروبي لانه بيعتبروا حلب هي المنافس الاساسي على المستوى الاوروبي، على المستوى الاقتصادي والمستوى التصنيعي. طيب مع خبر انه خلال هذا العام من حده واستعار المعركه في سوريا كان هناك شراء 40 مليار دولار من قطر والسعوديه لاسلحه امريكيه في المستودعات واوروبيه، أوروبية أمريكية، 40 مليار دولار، تخيل أنت الرقم؟ طيب لا شو له هدف هذا؟ أنا بسأل سؤال، شو له هدف؟
أنك انتشال الولايات المتحدة من أزماتها المالية، وانتشال أوروبا من أزماتها المالية، ومن أسلحتها المكدسة بالمستودعات ما إلى شغل، وبالتالي تسريع عجلة الانتاج الاقتصادي. طيب، من 2005 الولايات المتحدة الأمريكية تحشد دول الخليج اللي تملك الأموال، يعني الفرات المالية، الطاقة المالية، الطاقة المالية، رؤوس الأموال، بتحشد أن هناك عدو اسمه إيران. عملت صفقات من 2005 إلى 2014، لاحظ أنت المسافة الزمنية، 140 مليار دولار. أوف. غطت كل سوق العمل الموجود في أمريكا، وعندما تسنى لها وعملت آخر صفقة تسليح مع السعودية، فتحت الحوار مع إيران وأنتجت الاتفاق النووي. أنت عم تعطيها عدو وهمي اللي هو إيران، وعم تشتري سلاح بالمقابل، ما هيك؟ لوقف التمدد الإيراني. هي حجج واهية بطبيعة الحال. ما في شيء اسمه عدو إيران. كل دولة هي ممكن أن تستفيد من مداها الحيوي، من حضورها الحيوي. طب ما مصر بالزمانات كانت تسيطر على كل العالم العربي بمداها وبقوتها الناعمة. كل دولة هيك، وده حقها. مش عم بقول أنا حق إيران أن أحط إيدها على البلدان العربية، مش هذا الموضوع. بس حكما إيران دولة قوية تكنولوجيا ومتحررة، حكما بده يكون لها سطوة، بده يكون لها كلمة، بده يكون لها رأي. ما حدا بيقدر يتجاهل حضورها كما السعودية اليوم. طيب، بعد من 2005، بعد التحشيد الكامل ضد العدو الوهمي اللي هو إيران، أنه ممكن أن تستبيح الخليج وأن تجتاح الخليج، وخذوا هاي الترسانات العسكرية قد ما فيكم، اشتروا سلاح، اشتروا ب 140 مليار دولار، لاحظ الرقم. وعندما انتهت آخر صفقة عام 2013، فتحت الحوار لإنهاء الملف النووي مع إيران الولايات المتحدة الأمريكية، ورجعت عملت صفقات يمكن كمان بقيمة. طيب اليوم ليش عملوا صفقات 40 مليار دولار خلال العام الماضي 2016 كله بين قطر والسعودية مع أوروبا وأمريكا؟ 40 مليار دولار، عكس شو هذه الترسانة التسليحية على اليمن؟ اليمن ما عنده سلاح لقاتل، يعني إنه اليمن ما مش دولة متطورة عنده تكنولوجيا تسليح لحتى تواجهها، وما قدرت بغض النظر، وبغض النظر يعني ما قدرت السعودية. ما هون هو في شيء أساسي لازم نفهمه بهذا العقل العربي، إنه إلى أين، ليش ما في منهجية واضحة لهذا الصراع، هذا التوظيف، يعني كيف ما كان رايح، ليش نحن بحاجة كعرب كمسلمين كمسيحيين انه نعرف دم. طب شو بيمنع اليوم اذا وقفت الحرب؟ ما بعد 10 سنوات تصير في حرب بالمنطقه وتجتاح وتتدمر الدول وتغتصب الارض والعرض وكل شيء، يعني كيف الكلام؟ لا، بدنا نحن نبني سياستنا على اسس واضحه. ما بنقبل بعد ان لا تبنى على اسس واضحه وعلى رؤيه استراتيجيه واضحه، ما بصير هذا الحكي. يعني كمان احنا عم ندفع اثمان، قلنا من سنه 48 ندفع اثمان حروب وقتل وتهجير، ما بصير هذا الحكي. يعني كمان في شيء مش طبيعي، يعني بالوعي الجمعي بالتضليل، مش طبيعي. يعني بيحاربوا بيحكوا عن مجازر بسوريا وصارت مجازر بحلب، وانا كنت يعني انا متابع بشكل يومي ودقيق جدا 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 للحرب في حلب، وانت بتعرف انا رايي مش منحاز. طيب بيجيبوا صور من اليمن ارتكبتها السعوديه في اليمن بحطوها انه هي بحلب، يعني لاحظ انت حجم التضليل. طب عيب، انت شو عم نعمل احنا بمجتمعاتنا؟ طب شو عم نعمل بشعوبنا؟ شو عم نعمل؟ ما بفهم انا. يعني في شيء مش طبيعي، انت عم تجيب مجازر عم ترتكبها السعوديه باليمن واطفال اليمن وتحطه أنه هي بحلب، يعني لاحظ حجم التضليل وحجم الكذب. يعني لو هي صور حقيقية ارتكبها يا أخي ما مش مشكلة، العرض اللي بدك إياه، بس مش مزبوط، وكله كشفيته وكل التكنولوجيا الموجود، ما أنت أي صور بتحطها على الإنترنت خلص ما بتطلع معروف منين وشو تاريخها ومن أي سنة نزلي، بصير الحكي. هذا التضليل والاستمرار في هذا التضليل. طب هذه السياسة العدائية تجاه سوريا والنظام الحاكم في سوريا شو سببه؟ ما قدرنا نفهم لحد هلا، ما في شيء مقنع استبدادي لش النظم التي أرادت تحرير سوريا وشعب سوريا هي نظم ديمقراطية؟ ما هون السؤال، هي نظم ديمقراطية؟ ما حدا بيجاوبك على في أسئلة بدي أنا، يعني ما عم لقي إجابات يا أخي لألها، ما عم لقي. أنا النظام السوري يا أخي استبدادي لازم تغييره، أوكي. طب النظام الأنظمة اللي عم تطالب يعني سوريا بالتنحي والنظام البشار الأسد إلى بالتنحي، طيب تركيا هي نظام ديمقراطي؟ الدول التي دعمت كل الحركات الإرهابية الموجودة أو المفصائل المسلحة بهدف إسقاط النظام في سوريا هي أنظمة ديمقراطية؟ هي أنظمة فيها انتخابات؟ هي أنظمة فيها مجالس تمثيلية؟ هي أنظمة فيها حرية رأي وتعددية؟ ما حدا بيجاوبك إلا وفق النمط المذهبي. هذا النمط المذهبي، يعني نحن قلنا أنه دائما يعني كل المكونات الدينية والاجتماعية بالعالم العربي حتى لو كانت مغالية ومتطرفة، يعني المسيحي إذا اتطرف ما في مشكلة، الدرزي إذا اتطرف ما في مشكلة، الشيعي إذا اتطرف ما في مشكلة، لأنه العباءة الكبرى هي العباءة السنية.
بالمنطقة صح، بالمنطقة كلها تستطيع أن تحتضن كل المكونات حتى لو اضطرفت، بدها تحافظ على خصوصيتها ما في مشكلة، بس بمجرد الطائفة السنية أن تتمذهب تتحول إلى عنف. بس هي الوحيدة إذا بتتمذهب بتروح على عنف، وصف شفنا نحن من 5 سنوات شو عم بصير. أعضوا يمذهبوا الحالة السنية في العالم العربي أم راحت إلى العنف. كيف بتقدر تهديها هاي؟ كيف بتقدر ترجع تعود المجتمع برؤية مرتب؟ ما بتزبط. هي الوحيدة الطائفة السنية ما لازم تروح على التمذهب، وما تروح يعني ما تروح للخصوصية الذاتية، لأنه هي عباءة الكبرى، هي المظلة اللي بتستظل فيها كل المكونات الطائفية والإثنية والمذهبيات وكل الإثنيات الموجودة بالعالم العربي والإسلامي. هي الوحيدة اللي ما لازم تتطرف. أما تراحت للتطرف، فإذا شو راحت للعنف، كيف تقدر تشيله؟ كيف تقدر تخلصه؟ لأنه الاستدارة في العالم السني صعب كتير. يعني لاحظ انت بدروس مثلا بلبنان، خطاب بيطلعهم خطاب بينزلهم، يعني عم نحكي مش لانه عم نستي، لا عم نحكي نحن الواقع، يعني لانه اقليات الشيعة بيطلعوا بينزلوا باي خطاب، بس الاسلام السنه لا، بدهم وقت لحتى يتحولوا بمواقفهم. لاحظ بياخذوا وقت، بياخذوا الاستداره تبعتهم بتاخذ وقت. فكيف على مستوى العالم العربي والاسلامي؟ هذا امر كثير مهم ويجب الانتباه له، بس ما حدا عم بيقرا الواقع بشكل صحيح لحتى نقارب على الاقل مساله الارهاب. يعني في قضايا حساسه ويجب الا تتخطى الخطوط الحمر في ادبياتنا، في تعاطينا على مستوى الاعلام، في تعاطينا على مستوى الرؤيه. طب كيف يعني؟ ما حدا يعني حتى الاعلاميين ما بيلمسوا الواقع بشيء من المنطق وبشيء من الموضوعيه. هذا هو اللي عم بيصير بالعالم العربي، اساسه وازمته النخب. النخب على أمل دكتور أنه الدول ترجع تعطي للنخب دورة الأساسي بالتعبير عن رأيها، لأنه بعتقد أنه تستطيع أن تقدم نموذج جديد وتساهم باستدارة جديدة نحو دول أكثر ديمقراطية وأكثر تعددية. أنا بختام الحلقة بدي أشكرك كثير على كل المعلومات اللي أعطيتها، معلومات جدا قيمة، أغنيت البرنامج بلقائنا اليوم. مشاهدينا نحن حلقتنا لليوم انتهت، وللأسف انتهت، على أمل أنه نرجع نستفيد من حلقة تانية من دكتور رائد المصري. ملتقانا بيتجدد أسبوع جين، الله راد، خليكم معنا.